بعد ما أمضينا جلستين في محاضرة قيمة وشيقة وممتعة جدا مع معالي الأستاذ الدكتور عبد الحميد مسعود، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس، حاليا في جلسة المداخلات والأسئلة، وكان في سؤال موجه حوالين التيراكوتا اللي بتمثل حياة الأطفال من المصدر بتاعها، هل هي الأغلبية سكندرية ولا لا؟ وتوقفنا إنه في صعوبة خاصة في تسجيل البيانات في المتاحف الأوروبية، وخاصة بعضها خارج من حفاير غير رسمية وغير منظمة. اتفضل دكتور استكمال الإجابة. فديت فعلا مشكلة أساسية، بس أعتقد يعني الغرب اشتغلوا عليها، وأتمنى أن يكون في مبادرة مصرية، وخاصة أن احنا عندنا قامات علمية قيمة وقديرة عندهم الكفاءة والقدرة أنهم يعملوا مشروع زي كده. أن احنا ما عادش ينفع نقول أن مجموعات التراكوتا أو قطع التراكوتا تنتمي للعصر البطلمي والروماني، لا، هي بطلمي ولا روماني؟ وإذا كانت بطلمي هي أي قرن على الأقل، مش بقول السنوات، لا، على الأقل القرن الكام، وهكذا الروماني. ما عادش ينفع أقول إن هي من مصر، وما ينفعش أقول إن هي من الدلتا، وما ينفعش أقول إن هي من مصر العليا فقط، على الأقل أحدد المدينة أو المحافظة، وده سهل جدا جدا يعني ان انا اقوم بعمليه الدراسه ديت من خلال دراسه الطينه نفسها والمكونات الخاصه بيها والاساليب الفنيه. انا كان يعني استضفت، افتكر ان في 2014 استضفت واحد كان قائم على هذا المؤتمر في برلين في 2014، ولقيته بيحدد المدرسه الفنيه من خلال الفينجر برينت اللي هي الخاصه ببصمه الصانع نفسه، ولقينا حاجات منقوله من اسوان في اماكن تانية، لقيناها في طل بصه مثلا على سبيل المثال، لكن اتضح ان هي جايه من اسوان، فده كان على سبيل المثال. فللاسف في حتى الان فيه صعوبه، واتمنى ان يكون في فريق عمل، يعني ديت من خلال الجروب ده دعوه، يعني اتمنى ان يكون في فريق عمل يقوم على هذا الامر، وعندنا ماده سريه جدا جدا في المتاحف المصريه بشكل عام والمتحف المصري في التحرير بشكل خاص. يا ريت انا بضم صوتي لحضرتك، خاصه انا لاحظت ان اسكندريه ومنف كانوا اثرياء جدا في تقديم ماده التيراكوتا في الفتره دي، الفيوم، عندنا الفيوم والفيوم كمان طبعا. ثرية جدا جدا. بس اعتبار انه في اللي حضرتك عرضته كان في جزء خاص من منف الخاص بالمتريجه المميزه جدا جدا اللي موجوده في بيتري ميوزيوم، وانا اوريدي اشتغلت من سنه 96 على منف وعلى الشغل اللي فيها، فعشان كده عارف قد ايه تميز القطعه اللي هناك، ولسه في اكتر واكتر لو الدرس هيكشف في الفتره الجريكو رومان تميزات كتير. معانا دلوقتي معالي ايوه لو الاستاذ سمعت، الدكتور، نعم سمعنا دكتور باسم. انا كنت لسه هقول لحضرتك معالي الاستاذ الدكتور عبد الرحمن، منورنا ومشرفنا، اتفضل يا دكتور. الله يخليك يا دكتور باسم، مساء الخير على حضرتكم جميعا. مساء النور. يعني بشكر الدكتور عبد الحميد، يعني رأى كالعادة في المحاضرة الرائعة اللي استفدت منها كثير جدا. كان يعني ذكر اسمه كذا مرة في المنظر بتاع حصاد الكتان، وفعلا النص اللي ورا الولد بيرد عليه أبوه بيقول له من دول هصنع لك الهدوم بتاعتك، فدي حاجة رائعة كده بتصور لنا بالصوت والصورة الحياة اليومية. بالنسبة لموضوع الباستت وتصوير القطة، يبدو أن القطة في اسكندرية يعني سمينة شوية، فمصورة سمينة شوية في اسكندرية غير القطة باستت العادية عندنا. بالنسبة عندي تعليق على المنظر بتاع القطعة الخشبية من الفيوم اللي مصور عليها العائلة، عائلة سيبتيموس سيفيروس. الحقيقة بنفس التصوير ده وبنفس التهشيم عندنا المنظر المشهور في معبد إسنا دكتور عبد الحميد، بنفس الإمبراطور والإمبراطورة وكاراكالا وجيتا، وجيتا ممسوح تماما، مش باقي غير بقايا من اسمه فقط، نفس العائلة مصورة بنفس الوضع بس طبعا بالهيئه المصريه الكامله قدام المعبود خنون في معبد اسنا، لكن جيتا مهشم تماما زيه زي المنظر اللي حضرتك عرضته. بشكرك مره ثانيه، وان شاء الله نقابل حضرتك يعني في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. جزيلا، شكرا جزيلا اخي الحبيب دكتور عبد الرحمن، وشكل سعادتك طبعا حضورك الكريم، وده شيء اسعدني جدا طبعا. ده انا سعيد جدا بهذا التعليق، لان كده تقريبا بياكد فكرتي على اهميه مصر بالنسبه للامبراطور، واهميتها لروما دونا عن المواقع الاخرى، وان اللي كان بيحصل في روما كان بيجد صداه سريعا في مصر. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن. عفوا عفوا.
مشرفنا ومنورنا يا دكتور عبد الرحمن، واستغل الفرصة دي بقى، وحضرتك يا ريت تمتعنا بعلمك في محاضرة ونتواصل، عشان كل سبت احنا بنعمل لقاء اسبوعي الساعة 8 مساء بموضوع جديد في مصر عبر الرسول. يا ريت حضرتك إن شاء تنورنا الله في تخصص إن حضرتك. شاء الله يشرفني طبعا، شرفني يا وواضح فندم، كمان شكرا ان السكندريين كانوا متوصين بالقطط فبيغذوها كويس. صحيح، شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور منورنا. سمارت ايفون، وبعد كده استاذه نيرمو. مساء الخير على الجميع. أنا تمام، بشكر دكتور عبد الحميد مسعود على المحاضرة المميزة دي، وبشكرك جدا يا دكتور باسم، لأن أنت يعني بتعمل لنا حاجات جميلة وبتخلينا دايما يعني في تواصل علمي جميل. فأنا بس كان لفت نظري الرداء الرأس اللي هو الكاوسيا، فأنا كنت حابة أعرف هل استخداماتها إيه وإيه أهميتها، فلو دكتور عبد الحميد مسعود يتكرم ويفيدنا في النقطة دي يبقى متشكرة جدا. هو بدخول الإسكندر منطقة الشرق وتكوين إمبراطوريته، سواء مصر ثم فارس، العراق ثم فارس ثم الهند ثم بلاد أفغانستان، بدأ يظهر بأساليب وملامح فنية ما شفناهاش قبل كده في التقاليد اليونانية أو المقدونية. على سبيل المثال إن هو كان مثلا بيصور يعلو رأسه مقدمة الفيل أو زلومة الفيل، ده تمام برضو بيشير إلى انتصاراته أو معاركه في منطقة الهند. لما الهند. دخل أفغانستان وجدهم برضو بيرتدوا هذه القبعة، وعلى فكرة ما زال أهل أفغانستان بيرتدوا هذه القبعة، فده ربما بيشير إلى انتصاراته على هذه المناطق أو الإنجازات اللي حققها، وإن هو بيقول إن هو وصل لهذه الأماكن، لدرجة إن مش كده وبس، لا ده بدأ خلفائه كمان يصورهم بهذه الهيئة، وكثير جدا من افراد الشعب خاصه في الفتره الهلينستيه المبكره. فاذا ما عرضت مثلا واحد زي بطليموس الاول، لقيته على ختم من الطين بيصور يرتدي القوسيه، ملك بطلمي غير معروف، وجدت بطليموس الخامس مصور على عمله فضيه خاصه به في عثر عليها في قبرص وقت ان كانت قبرص تابعه للمملكه البطلميه، قيصرون ظهر بهذه الهيئه، والبلاط الملك السليوكي ظهر بهذه الهيئه. فده يعني يبدو كده برضو ان هو يعني ايه، كنوع من السيمبوليزم الخاص به الملكية وجدت مع الإسكندر. تمام، متشكرة جدا يا دكتور عبد لو الحميد. بس نتعرف بحضرتك. أنا هبة ثروت يا دكتور باسم. دكتورة هبة، دكتور هبة، أهلا يطلع كده بيكي. طبعا. ازيك يا دكتور، أخبارك إيه؟ هو سؤال سمارت طبعا زي صاحبته. تسلم يا شكرا دكتور، دكتورة هبة، تسلم شكرا، تسلم، سلام. بنتعلم من حضرتك يا دكتور عبد العفو الحميد. العفو دكتورة هبة، تمام، شكرا منورانا. شكرا يا دكتور باسم. السؤال الثاني للأستاذة نير معز، اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. كنت عايزة أسأل إيه الغرض في المصر القديم واليوناني الروماني؟ يعني المصر القديم لما كانت إيزيس بتردع حورس مثلا على ناحيتها الشمال، طب إيه الغرض في اليوناني الروماني على ناحيتها اليمين؟ ولا ده الفنان عايز كده؟ احنا عندنا قواعد فنية ثابتة تقريبا في الفنون المصرية. مثلا على سبيل المثال لو شفنا اي تمثال، القاعدة الفنية اللي واقف بتبقى الساق اليسرى تقدم عن الساق اليمنى، الاذرع منسدلة بجانب الجسم، النظرة الامامية، لكن في استثناءات ل طبعا تقدم الساق اليمنى احيانا في عدد محدد جدا، الاذرع ممكن بتتحرك في اتجاهات معينه، لكن مش دي القاعده الاساسيه. ده نفس النظام، ان انا بلاقي قاعده اساسيه كانت ايزيس مثلا، او مشاهد الامومه بشكل عام في الحضاره المصريه ومصر خلال العصر اليوناني الروماني، كان يتم الرضاعه من الثدي الايمن، لكن ده اعتقد يعني ملوش يعني سبب معين، لكن هو خلافا للتقاليد او المعروف عليها، يعني كنوع من كسر للقاعدة المستخدمة. فأنا أعتقد ممكن ما نقول فيش سبب يعني الفنان كان لهذا عايز الأمر. كده؟ نعم ممكن نقول الفنان كان طبعا عايز ممكن كده؟ تكون ده مشاهد بدليل ان يعني ان الام المصريه او الام بشكل عام بتقوم بارضاع طفل سواء من الثدي الايمن او الايسر، وده المشهد اللي صوره الفنان لينا، خاصه ان الفنان في مصر خلال العصرين اليوناني الروماني زي ما انا قلت كده
أو اللي كان بيقوم بصناعة هذه الأعمال كان وكأنه بيحمل قمرة وماشي في الشارع. يعني احنا لو اتكلمنا عن أصحاب الحرف والمهن والمشاهد اللي تم تصويرها في اللي تركتها لينا مدرسة اسكندرية، هتلاقي موضوعات غريبة جدا وموضوعات شيقة جدا. فأعتقد ده من أحد المشاهد اللي شافها الفنان وصورها، فديت يعني رؤية الفنان. أعتقد مفيش يعني حاجة فسيولوجية خاصة بهذا الأمر. شكرا خالص. معانا سؤال من دكتور توني طالب، اتفضل المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور عبد عليكم الحميد. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله دكتور توني. سعيد بحضرتك دكتور، ربنا يخليك، محاضره جميله جدا يعني، نصدق من حضرتك والله. خالص شكرا بتقدير، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا دكتور. هي بالنسبه لقطعه التراكوت اللي كنت حضرتك عارضها الخاصه بالمربي المرافق للطفل او المعلم، هل هذه الوظيفه كانت قاصره على الرجال فقط ولا كان ممكن من النساء يقومن بهذه الوظيفه؟ زي ما قلت أخي الحبيب دكتور توني في البداية، إن كان بيبقى فيه مربية بتتولى رعاية الطفل منذ مولده حتى سن الذهاب إلى المدرسة، وكان تقريبا سن السابعة، وديت كانت بتقوم بكافة الواجبات سواء القيام على التربية والاهتمام بصحة الطفل وتطور الأمر بعد كده مع بداية الكلام، مثلا رعاية مربية مع بداية الكلام بتوجه الطفل إزاي يتكلم، بتحافظ على مناطق الحروف، بتعلمه بعض العادات، بتقيم النطق بتاعه، ممكن تساعده أو تعلمه بعض يعني بعض الثقافات اللي موجودة البسيطة جدا. لكن مع سن السابعة وعند الذهاب للمدرسة الدور ده بيتحول إلى الرجال، وطبعا كان من طبقة العبيد أيضا يعني، لكن بيبقى عندهم خلفية ثقافية كبيرة جدا لطبقة الرجال. ليه؟ لأنه كان بيصطحب هذا الطفل للمدرسة في الذهاب والإياب، لأنه هو القادر على أنه يحميه من عثرات الطريق أو يكف الأذى الطريق عن هذا الطفل، كان يعني كنوع بروتكشن للطفل في الذهاب والإياب. وطبعا كان إلى جانب هذا الدور كان بيتولى بقى هو دور المربية اللي كانت بتعمله قبل كده، أنه هو كان بيقوم بعملية تعليم القراءة والكتابة، ولو فيه واجبات مدرسية بيساعد فيها وبيعلموا الأنشطة الأخرى زي تعليمه مثلا الموسيقى بيعلموا. ولنا يعني مثال كويس قوي الإسكندر ومعلمه أرسطو، يعني بيحاولوا يخليه يطلع على كافة المعارف والسلوكيات والعادات والتقاليد اللي هو المفروض ينشأ عليها. شكرا أستاذ. فهو بعد سن سابعة كان الرجال. تمام أستاذ، شكرا حبيبي، عفوا بالتوفيق. شكرا جزيلا لمداخلة حضرتك. لو في أي تعليقات أو أسئلة أخرى؟ أوكي، بنشكر حضرتك دكتور عبد الحميد على المحاضرة القيمة، وبنشكر جميع الحضور الكريم، كانت أمسية فعلا مفيدة جدا وممتعة، وإن شاء الله تتكرر قريبا جدا في موضوع جديد مع حضرتك. وزي ما خدنا وعد برضو من دكتور عبد الرحمن إن شاء الله معانا، يا ريت دكتور صبحي عاشور ودكتور توني أبو طالب، برضو دكتور توني طالب، يشرفونا بمداخلات. أنا نمرتي دلوقتي هسجلها على الشات للجميع، ولو في أي وقت حابين يكون في أي مداخلة على موضوع من الموضوعات الحديثة، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. لقائنا الاعتيادي بيبقى يوم السبت مساء الساعة 8، وأحيانا بنخصص أيام خاصة لو في ظروف خارجة عن الإرادة أو مناسبات خاصة. النمرة موجودة على الشات، ودايما التواصل على جروب آثار وحضارة مصرية على الفيسبوك. أيوة دكتور صبحي اتفضل. أنا يعني يسعدني وشرفي طبعا أن أنا أشارك في الملتقى ده، وإن شاء الله يبقى في ترتيب لميتينج في الأيام أو الشهر اللي جاي إن شاء الله. يشرفنا جدا 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 يا دكتور. شكرا لحضرتك على القيمة وشرف لينا. شكرا جزيلا لحضرتك. جزيلا. وإن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هقوم بتحميله على اليوتيوب على قناتي باسمي باسم سمير الشرقاوي، ثم بعد كده بوضع اللينكات مرة على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، ومرة أخرى على جروب أثار وحضارة مصرية إيجيبتولوجي. الجروب معني بمصر عبر العصور، الحضارة والأثار والتاريخ المصري والفلكلور المصري عبر العصور منذ أن وجدت إلى يومنا هذا، حفاظا على
هويتنا الوطنية وتدعيم لمدرستنا المصرية. شكرا لحضراتكم، أمسية سعيدة، تصبحوا على خير. شكرا دكتور باسم، شكرا للحضور الكريم، شكرا للجميع.